شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم أهم الأرقام الرسمية في تونس، وهذاك علاش باش نحكيو فيهم بلغة الأرقام. واليوم حبيت نحكي لكم أنه تونس تعد أول دولة إفريقية من حيث عدد المصابين بأمراض الكلى وعدد مراكز تصفية الدم اللي بلغ حوالي 150 مركز بين مراكز عمومية وخاص، والأولى من حيث عدد حصص تصفية وعمليات زرع الكلى، هذا حسب وزارة الصحة. وحسب الأرقام الرسمية نحكيو على حوالي 9000 مريض يقومون بعملية تصفية الدم في تونس، ومؤكدا نفس الدراسة أنه العدد في تزايد وأنه حوالي 10% من مرضى القصور الكلوي يموتون سنوي. هذا ومع العلم حسب وزارة الصحة فإنه سيتم قريبا تعزيز المراكز الموجودة حاليا بعشرين وحدة لتصفية الدم بعد تدجين وحدة المستشفى الجامعي بسهلول بولاية سوس. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.